بتطلع من هنا اروح المدرسه في كوم الزير قريه ثانيه. كنت دايما وانا ماشي اخد حاجات زي كده اقعد العب ميلوديز وكده لحد ما اوصل للمدرسه وانا راجع نفس القصه. صدقيني وانا بلعب مزيكا حتى شعر دماغي بيبقى مركز في المود اللي بلعبه. ما بقاش سامع ولا عارف اصلا قاعد فيه ولا همين ان انا قاعد فين، قاعد في مركب بقى طاير في الهواء. المهم ان انا ببقى فوكس جدا مع الحاجه اللي بلعبها. حتى نفسي بيتكتم، يعني انا لو طولت في المردي وانا بلعبه بعد ما خلاص بحس كده ان انا كنت غاطس تحت الميه. من طفولتي والدي كان بيسمع مزيكا وكان عنده كاسيت كده، كنت دايما ببقى حاضن الكاسيت سماعتين كده، كنت احط دماغي في وسط السماعات كده واقعد بقى اسمع صوت جاي من هنا صوت جاي من هنا في السماعات. بدات الاقي حاجات تعمل صوت، يعني زي مثلا البرسيم وكده مثلا بيطلع صوت، ومجرد ان انا اقعد وامسك اي صوت بقدر اعمل منه لحن او اعمل تراك. يعني ده كان الحياه الخياليه بتاعتي، اللي هو انا حاسس ان انا حد موسيقار. كنت بتخيل نفسي ان انا على مسرح وقاعد ماسك بقى ايه اله موسيقيه وقاعد بلعب وناس مبسوطه وانا مبسوط. بدات اخش في عالم ان انا اعمل الصوت المستقل بتاعي من وانا عندي 7 سنين، من وانا في اولى ابتدائي. 98 و99 انا في الشارع مع الناس بلعب افراح، انا عامل افراح لناس اتجوزت وخلفت وعيالها اتجوزوا اصلا. 2000 بقى 2002 كان قابلنا بقى الكمبيوترات والبنت ام 3 وكده، وكان بدا ده يكون اللي هي النقله للاتجاهات. يعني عامه ما كناش نعرف الاتجاهات دي. انا مش مطالب مثلا ان حد يجي يقول لي هو ايه نوع المزيكا اللي انت بتعمله. يعني كان في ناس كده مين مثلا يخش يقول لي هو انت ايه اللي بتعمله ده؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ ما تدرس من الميوزك. فاغلب مزيكات ان انا مش مربوط بجينرا خالص نهائي، يعني انا ممكن ابقى بلعب هيب هوب مثلا تلاقيني بقيت بومب كده. مره رحت قالب تراب برجع ببقى شعبي. بعدين ببقى صوفي في نفس التراك الواحد. في ناس اساسا بتصدم، انت ازاي يا عم انت دي جي بتلعب كيبورد؟ طب ليه ما عندكش اورنج مثلا؟ من الاسئله اللي بتسالها، يعني انت ليه ما عندكش اورنج؟ هات اورنج، هات يا عم ميدي كيبورد، انت ليه شغال بدي؟ انا افراحي ما فيش حد بيمشي منها الا لما بشيل كابل الباور، بقعد قدامي بتسحل طول ما هو قاعد بيتفاجئ. بلعب مزيكا وبنبقى مبسوطين، انا تقريبا ببقى فرحان اكتر من عريس اصلا، يعني ببقى فرحان اكتر من ابو العريس اساسا. يا عم الفرح فرحنا، يا سما الفرح فرحنا، يا شيخ الفرح فرحنا. ممكن انزل اغني لايف مثلا للعريس، ممكن ابو ندى يقعد يغني لايف للعريس وانا العب وراه مزيكا. ابو حبيبي ابو سهر ابو ظريف، انا من غير ابو ندى انا كابو سهر ما اقدرش اشتغل فرح. ده اسم البيت الابيض عشان احنا لما في ناس اجانب وكده واصحابي طبعا بتوع القاهره بالنسبه لنا اجانب برضه، يعني لما يجي حد مثلا ببورنيطة مثلا او مثلا يعني بنت مثلا جايه ببنطلون وبادي وبتاع وسايبه شعرها وكده وتسلم عليها وتصور تاخدنا بالحضن، فالموضوع بيبقى يعني غريب شويه. بيجوا عشان يقابلوني يسلموا عليا وبتاع love your music I love you وكده، يعني كنت بسمع ده كتير، يعني الناس بتحب تيجي تصور كمان هنا. سهر دي كان لقب والدي الله يرحمه بيقوله لي، خلص مثلا فرح ما روحش على طول مثلا، كان عارف ان ده حياتي وده شغلي، كان يجي مثلا يصحيني قوم يا ابو سهر قوم يا ابو سهر كده، يعني ان انت بتسهر يعني ومش وفاشل وكده، فالناس بدات تقول لي بقى ابو سهر ابو سهر ابو سهر اه ابو سهر، ما بنامش بالليل. هو موضوع اللايف بيبقى مسؤوليه، ولو قعدت يوم ما عملش لايف يعني اخش مثلا ممكن في 200 رساله، انت فين؟ ما طلعتش ليه؟
انا على فكره لما صاحبه مستنيك. انا ما اعرفش اصلا ازاي انا بسمع مثلا في امريكا وفي المكسيك وفي اندونيسيا وفي استراليا وفي الهند. لما اجي اقيم حياتي مثلا بقيمها كده ان انا عندي هدف، وانا فعلا عندي هدف وعندي رساله للعالم كله. انا بقول انا راجل نشات في مكان ما فيهوش لا كهرباء ولا انترنت ولا كمبيوتر ولا اي اله موسيقيه، وقدرت ان انا اعمل الات موسيقيه واعمل اصوات ويبقى ليا الحاني وليا صوتي، وكان بالنسبه لي اصلا كان حلو. وكل سين نويز وكل الناس اللي شرفتنا في المينيا، ويا ريت نشوفكم دايماً.